الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المراجعة والاختبار بالدروس من الدرس 31 إلى الدرس 40. سوف نتناول 10 كلمات مع أمثلة شرح تفصيلي لهذه الكلمات، ثم نفعل اختبار في نهاية هذه الحلقة أيضا 10 أسئلة بسيطة حتى نتمكن من تجربة الكمية التي حفظناها خلال هذا الدرس اللي هو 10 دقائق تقريبا. هدفنا نحفظ 95% من المعلومات اللي راح تمر علينا الآن، لذا ركز معي جيدا من هذه اللحظة. سوف نراجع الدروس ثم نشرحها بالتفصيل، ثم نأخذ الاختبار كما قلنا، وإذا واجهت صعوبة في إحدى الأسئلة حاول أن تراجع الدرس مرة أخرى وتأكد من الإجابة، واكتب جميع الأجوبة في التعليق حتى يستفاد من الآخرون أيضا. كلمة appear كما أخذناها في الدرس 41 تأتي بمعنى يظهر، يبدو، مثل، اتضح، رأى النور أو أصدر. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. خلينا نأخذ مثال على كلمة appear حتى نتعلم كيف نستخدمها. Her name didn't appear on the list، بمعنى لم يظهر اسمها في القائمة. Her name اسمها، didn't appear يظهر، didn't appear لم يظهر، on the list في القائمة. كلمة أخرى animal تأتي بمعنى حيوان أيضا، مثال على كلمة animal. He is an animal lover إنه محب للحيوانات. He is an animal lover، هو محب للحيوانات. كلمة اللي بعدها answer بمعنى جواب، إجابة، رد، أو أجب أو رد على. كيف نستخدم كلمة answer؟ You didn't answer my email. إذا كنت تشاهد هذا الكورس لأول مرة أنصحك أن تكرر جميع العبارات والكلمات بصوت مرتفع حتى تحفظها. لكل كلمة وعبارة كررها 5 مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها جيدا، وأيضا اكتبها في كراسة. إذن you didn't answer my email، أنت لم ترد على بريدي الإلكتروني. You didn't answer my email. أما الكلمة اللي بعدها كلمة anyone تأتي بمعنى أي شخص، أي إنسان، أي شيء. والمثال عليها Does anyone remember him؟ سؤال هذا، Does anyone remember him؟ هل يتذكره أحد؟ Does anyone remember him؟ Another آخر، ثاني، تأتي بمعنى ثم أو كم. Another إذن كرر بصوت عالي كما قلنا، ركز معي واكتب جميع العبارات أيضا حتى تستفاد بشكل أكبر. They scored a goal from another corner. They scored a goal from another corner. They scored a goal from another corner. بمعنى سجلوا هدفا من زاوية أخرى. They scored سجلوا a goal هدف from another corner من الزاوية الأخرى. كلمة 46 anyway تأتي بمعنى على أي حال، بأي حال، بأي طريقة كانت. anyway كيف نستخدم كلمة anyway؟ نأخذ مثال عليه. I told you أنا أخبرتك، أنا قلت لك. I told you it's alright كل شيء على ما يرام. It's alright كل شيء على ما يرام. And anyway وعلى أي حال وعلى كل حال. It was my fault كان خطأي. إذا خلينا نقرأها معا. I told you it's alright and anyway it was my fault. أحسنت. كلمة 47 كلمة apply تأتي بمعنى تطبيق أو طبق، وضع، قدم طلبا، نشر، خصص لغرض. خلنا نأخذ مثال على كلمة apply حتى نتعلم كيف نستخدمها. Apply a rule to a situation تطبيق قاعدة على الموقف، على موقف معين. Apply تطبيق a rule قاعدة، rule قاعدة، to a situation على موقف معين.
apply a rule to a situation. كلمة 48 approach. approach كلمة مهمة جدا، ركز عليها جيدا واحفظها. approach approach نهج منهاج أو أسلوب للتعامل أو اقترب أو قارب. approach approach خلنا نأخذ مثال على كلمة approach أيضا. we need a whole new approach to the job. we need a whole new approach to the job معناها نحن بحاجة إلى نهج جديد تماما لهذا المنصب أو لهذا العمل أو لهذه الوظيفة أيضا تأتي. we need a whole new approach to the job. we need a whole new approach to the job. ممتاز. كلمة بعدها area تأتي بمعنى مساحة، منطقة أو مجال معين. area مثال عليها planted in a dry area in the garden. planted in a dry area in the garden. إذن ازرعها في منطقة جافة في الحديقة. planted ازرعها in a dry area في منطقة جافة in the garden في الحديقة. أما الكلمة الأخيرة اللي عندنا هي والمثال argue. ما معنى كلمة argue؟ معناها تجادل، جادل أو ناقش، تخاصم أو تنازع أو نمعا. argue خلينا نستخدمها بجملة حتى نتعلم كيفية استخدامها. argue let's not argue about it. let's not argue about it. let's not argue about it. دعنا لا نجادل في ذلك. let's not argue about it. دعونا لا نجادل في ذلك. إذا انتهينا الآن من المراجعة لهذه الكلمات، العشر كلمات اللي مرت علينا سابقا، والآن سوف نأخذ الاختبار. ركز معي وحاول أن تجيب على جميع الأسئلة. السؤال الأول، ترجم هذه الجملة للغة العربية. planted in a dry area in the garden. planted in a dry area in the garden. جيد، حاول أن تكتب ترجمة هذه الجملة في التعليق. اكتب السؤال الأول وترجمته باللغة العربية، ما معنى هذه الجملة؟ ممتاز. السؤال الثاني، ترجم هذه الجملة للغة الإنجليزية باستخدام الفعل argue. دعونا لا نجادل في ذلك. هاي الجملة راح ترجمها دعونا لا نجادل في ذلك. كلمة نجادل argue. حاول أن تترجم هذه الجملة واستخدم فعل argue في هذه الجملة. طبعا مرت علينا سابقا بالمراجعة قبل قليل. نروح للسؤال الثالث، وعندنا كلمة animal. اكتب معنى هذه الجملة، ما معنى كلمة animal واستخدمها في جملة أيضا. ما معنى هذه الكلمة، كلمة animal استخدمها في جملة. سؤال رابع، كيف تلفظ هذه الجملة؟ اقرأها بصوت عالي. نعم، إذا قرأتها بالطريقة التالية فأنت قرأتها بالطريقة الصحيحة، وإذا لم تقرأها مثلي كما سوف أقرأها الآن، كررها 5 مرات باللفظ الصحيح حتى تتقن لفظها بشكل جيد. We need a whole new approach to the job. We need a whole new approach to the job. أحسنتم. فلننتقل إلى السؤال الخامس، مع كلمة appear. ما هو المطلوب منك؟ المطلوب هو أن تكتب معنى هذه الكلمة، ما معنى كلمة appear، استخدمها في جملة أيضا. اكتب معناها أولا، كلمة appear واستخدمها في جملة. السؤال السادس، ترجم هذه الجملة اللي راح تظهر علينا عندنا الآن للغة الإنجليزية واستخدم في هذه الجملة كلمة anyway. قلت لك كل شيء على ما يرام، وعلى أي حال كان هذا خطأي. اكتب لي ترجمة هذه الجملة واستخدم كلمة anyway في هذه الجملة أيضا. مرت علينا سابقا هذه الجملة أيضا. ممتاز. السؤال السابع، apply. المطلوب منك هو أن تكتب معنى كلمة apply
وتستخدمها في جملة. ضع كلمة apply في جملة واكتب معناها. السؤال الثامن، ترجم هذه الجملة للغة العربية. Does anyone remember him؟ ما معنى Does anyone remember him؟ Does anyone remember him؟ ما معنى هذه الجملة أو هذا السؤال؟ السؤال التاسع، ترجم هذه الجملة اللي راح تظهر عندنا الآن للغة العربية. Her name didn't appear on the list. Her name didn't appear on the list. إذن ما معنى هذه الجملة؟ اكتب معناها في الإجابة على السؤال التاسع. أما السؤال الأخير اللي عندنا الآن هو سؤال بسيط جدا، طبعا أسهل الأسئلة جميعها، هي فقط ما معنى كلمة answer؟ اكتب لي الإجابة لكلمة answer، ما معناها باللغة العربية؟ شكرا لكم على المتابعة. انتهينا الآن من هذه المراجعة. حاولوا مراجعة جميع الدروس إذا لم تكونوا قد تابعتم هذا الكورس المميز، واجروا جميع الاختبارات حتى تحفظوا أكبر كمية من المعلومات وأنت تنتقل إلى مرحلة أعلى في اللغة الإنجليزية. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أكبر كمية من المعلومات اللي ننشرها مباشرة حين نشرها. أما الدروس السابقة ستجدونها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. شكرا لكم وإلى